أظهر مقطع تم تصويره باستخدام طائرة من دون طيار أظهر مشاهد لوحدات من الجيش السوري الحكومي في محيط مدينة الرقة وهي تطلق قذائف مدفعية باتجاه معاقل تنظيم داعش البكري. وكان الجيش السوري قد استرد يوم أمس السبت تقاطع الرصافة الذي يؤدي إلى شمال مطار الطبقة، وذلك بعد شباك عنيف مع التنظيم الإرهابي غرب مدينة الرقة. هذا ولا تزال الاشتباكات مستمرة في ريف مدينة الطبقة الجنوبي بين تنظيم داعش البكري من جهة وقوات صقور الصحراء والقوات الحكومية والوحدات المساندة لها من جهة أخرى. وكان المرصد السوري المعارض لحقوق الإنسان قد أفاد مؤخرا بأن قوات الجيش الحكومي المدعومة بالقوة الجوية الروسية تمكنت من السيطرة على تقاطع طرق يتحكم بالطريق السريع المؤدي إلى مدينة الطبقة الخاضعة حاليا لسيطرة مسلحي التنظيم الإرهابي، فضلا عن الطريق المؤدي إلى مدينة الرقة. جدير بالذكر أيضا بأن الجيش السوري يشن منذ الأسبوع الماضي هجوما وصفته بعض الجهات الإعلامية بأنه سباق مع مقاتلي المعارضة المدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل استعادة السيطرة على مدينة الرقة التي تعد عاصمة للتنظيم الإرهابي.